عليكم. بعد ما عرفناكم بالمخطط الأزرق اللي يهتم بالواجهة البحرية لولاية الجزائر العاصمة، ثم المخطط الأبيض اللي يهتم بعملية التجديد والترميم للمباني العتيقة والأحياء التاريخية في ولاية الجزائر العاصمة، وكذلك المخطط الأخضر الخاص ب يعني الحزام النباتي لولاية الجزائر العاصمة، والتطوير وتهيئة الفضاءات الطبيعية. إذن اليوم نعرفكم بالمخطط نتاع جزائر عاصمة الأضواء أو مدينة الأضواء، اللي خاص بإعطاء صورة جميلة بواسطة الأضواء، خاصة يعني في الفترة المسائية. إذن واللي كذلك يعني يمد قيمة للميان فالور كما نقولوا احنا، المباني التاريخية والرمزية لمدينة الجزائر بواسطة الأضواء الكاشفة. إذن في هذا الإطار اليوم حبينا نعرفكم بهذا المخطط اللي يعني انطلق هذه مدة 4-5 سنوات، واليوم نشاهد بعض الصور الرائعة لمدينة الجزائر تحت الأضواء الكاشفة. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو حول الجزائر مدينة الأضواء، والسلام عليكم.